هنا WBCQ نقدم لكم راديو فرصة العالم الأخيرة worldslastchance.com من مونتيتشيلو في مين في الولايات المتحدة الأمريكية. جرائم عنف، اضطراب سياسي، عدم استقرار مالي، كل شيء يشير إلى أن أزمة لا مثيل لها على وشك الحدوث. استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي. راديو فرصة العالم الأخيرة، نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك. عنوان درس الكلمة اليوم هو الآتي: ما يجب أن يتعلمه 144,000 من قصة حياة كالب، هذه الشخصية الجميلة اللي قرأنا عنها ودرسنا عنها في الكتاب، هذا البطل اللي كان مع يشوع أرسل في مهمة تجسسية والتقرير العظيم اللي رجع بيه. بس قبل ما أبتدي أتكلم عن كالب، أحب أوضح معنى اسمه. معنى اسمه باللغة العبرية هو كالب، حتى في العربي نجد انه كالب وكلب، كلمتين متقاربتين. طب ازاي واحد اهلي سموا ابنهم كلب؟ ايه الحاجة اللي يشتهر بيها الكلاب؟ الاخلاص، التفاني في خدمة أسيادهم. الكلاب وفية إلى درجة الموت ومحبة لصاحبها إلى درجة الموت. كم من قصص أرينا أو أفلام شفنا عن وفاء الكلاب وإخلاصها المطلق لأصحابها. الكلب يشتهر بالوفاء، التصاق كامل بصديقه أو بمربيه أو بصحبه، ومستعد يضحي بحياته الكلب في دفاعا عن صاحبه. إذا بصينا بالمنظور ده هنفهم قصة كالب ونعرف إزاي أهله بروح النبوة اختاروا له هذا الاسم، لأن هو فعلا عاش وأثبت بحياته إن هو وفي لأبوه السماوي يهوى كوفاء أي كلب لصاحبه أو لصديقه أو لمربيه. تعالوا نقرأ القصة ونحاول نستخلص منها الدروس الهامة اللي على شعب يهوى، وخصوصا 144,000 اللي في الأيام الأخيرة بيسعوا بيجتهدوا أن يرضوا يهوى في كل تصرفاتهم وكل حياتهم. القصة بتاعت كالب نجدها موجودة في سفر العدد أصحاح 13، وهقرأ لحضراتكم من عدد 1: ثم كلم يهوى موسى قائلا: ارسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل. هنا واضح أنه موسى كلف من يهوى بإرسال جواسيس لأرض كنعان، بعكس قصة يشوع لما أرسل الجاسوسين إلى أريحا. ما كانش يهوى أوصاه، بس هو كان ما اكتفاش بتشجيع يهوى لي، هو أراد أنه يتأكد تأكد إضافي أنه هل هيقدر شعبه على غزو أريحة، فأرسل جاسوسين. لكن هنا موسى كلف من يهوى بإرسال جواسيس عشان يتجسسوا أرض كنعان.
وطلب يهوى كان محدد، أنا عاوز رجل واحدا لكل سبط، لكل سبط من أبائي ترسلون، كل واحد رئيس فيهم. يعني كان موسى كلفه يهوى إنه مش يروح على الأسباط اللي هم يدوني أي واحد عشان يروح في المهمة دي، لا، واحد يكون على درجة رئيس، يعني واحد من قادة السبط، يعني واحد شخصية مرموقة، شخصية معروفة بحكمتها، شخصية معروفة بشجاعتها، شخصية معروفة بمكانتها. يعني الرئيس زمان ما كانش يختار من قبل السبط اعتباطي، كان لازم تبقى شخصية غير عادية، واحد مؤهل انه يرأس آخرين، فمعناها عنده شخصية صفات قيادية، عنده صفات قيادية. فهنا يهوى قال لموسى اختار لي، روح للأسباط وقول للأسباط يرشحوا واحد عن كل سبط بدرجة رئيس، يعني شخصية مرموقة عشان يقوموا بهذه المهمة. فأرسلهم موسى في عدد 3 من برية فران حسب قول يهوى، كلهم رجال هم رؤساء بني إسرائيل، يعني كلهم شخصيات قيادية مش شخصيات عادية، دول ما كانوش جواسيس أي كلام، لا، كانوا رؤساء في بني إسرائيل، يعني كانوا شخصيات قوية، شخصيات مختبرة، شخصيات ينظر إليها إنه دول ناس قياديين، ناس قياديين. هنا بعدين بيذكر لنا موسى أسماء كل واحد منهم والسبط اللي خرج منه. كالب خرج من سبط يهوذا، واحنا عارفين يهوشوا وجاء من سبط مين؟ سبط يهوذا. فيعني كالب من نفس السبط اللي خرج منه يهوشوا. بعدين يساكر وأهله مجر، من سبط أفرايم خرج هوشع بن نون اللي هو يشوع، وهكذا عندنا كل أسماء الاثناشر جاسوس، الاثناشر جاسوس. عاوز لأنه احنا في القصة دي، فأنا عاوز أقف عند نقطة مهمة جدا. هوشع اللي هو أصبح اسمه يشوع، نقرأ عنه إنه هو من سبط أفرايم، هوشع بن نون في عدد 8، هوشع بن نون. في عدد 16 موسى ما عجبوش اسم هوشع بن نون. هوشع الكلمة الوحدية هو يخلص، معناها هو يخلص بروح النبوة، بروح النبوة. هنا موسى قال هوشع أنا هغير اسمك من هوشع إلى يهوشوا، يهوشوا معناه يهوى يخلص، بينما هوشع عامة هو يخلص. طب ما هو دي مين اللي هو؟ ما يمكن مقصود يشوع هو اللي يخلص، أو يعني هوشع هو اللي يخلص، لا، هنا موسى بروح النبوة قال لهوشع من دلوقتي ورايح اسمك مش هيبقى هو يخلص، لا، اسمك هيبقى يهوشوا، يعني يهوى هو الذي يخلص. طبعا كتاب ومترجمين الكتاب المقدس ما حطولناش يهوشوا هو اسم يشوع الجديد أو هوشع الجديد، حولوا اسم هوشع إلى يشوع، إلى يشوع اللي هو تحويل مش دقيق. التحويل الدقيق اللي عمله موسى قال له يا هوشع انت من دلوقتي ورايح اسمك يهوشوا تماما زي اسم المخلص
لمن ولد. فبس أنا عاوز أتك على النقطة دي في عدد 16، هذه أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض، ودعا موسى هوشع بالنون يشوع. هنا الكتاب يقول يشوع بس هي يهوشوا، دعا اسمه يهوشوا، يعني حول اسمه من هذا يخلص إلى يهوشوا يخلص، يعني حدد لنا اسم هوشع وغيره وقال له لا أنت اسمك من دلوقتي ورايح هيكون إيه؟ يهوى يخلص، يعني يكون اسمك يهوشوا. فالمفروض الكتاب المقدس كان يقول سفر، بدل ما يقول سفر يشوع يقول سفر يهوشوا. سفر يهوشوا، يهوشوا كان اسم مألوف جدا بين الإسرائيليين، كثير من الأطفال كانوا يسموا يهوشوا لأنه الاسم جميل، يهوى يخلص، يعني اللي بيسمي ابنه باسم يهوشوا بيعترف أنه يهوى هو مخلص شعبه. نكمل في عدد 17، فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا الأرض ما هي والشعب الساكن فيها، أقوي هو أم ضعيف، قليل أم كثير، وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها، أجيدة أم ردية. ده التكليف، تكليف موسى ليهم، بيقول لهم تستكشفوا الشعب، تستكشفوا الأرض، وما هي المدن التي هو ساكن فيها، أم مخيمات أم حصون، وكيف هي الأرض، أسمينة أم هزيلة، أفيها شجر أم لا، وتشددوا فخذوا من ثمر الأرض، وأما الأيام فكانت أيام بكورات العنب. لما بعتهم كان ده موسم حصاد الايه؟ العنب، وقال لهم استكشفوا لنا كل حاجة عن الأرض، عن الناس، عن المدن، عن الشجر، عن التربة، عن كل حاجة. فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل حماة، صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق. بنو عناق دول العمالقة، العمالقة الطوال. وأما حبرون فبنيت قبل صوع مصر بسبع سنين، وأتوا إلى وادي أشكول وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد، قطفوا عنقود عنب واحد، وحملوه بالدكرانة بعصاية طويلة يعني بين اثنين مع شيء من الرمان والتين، فدعي ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل من هناك. ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 40 يوم. قعدوا كم يوم يتجسسوا؟ 40 يوم، ورجعوا بعينة من العنب كما طلب منهم إيه موسى. نكمل القصة في عدد 26، فصاروا حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل إلى برية فران إلى قادش، ورددوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض. رجعوا بالتقرير ومعاهم عينة العنب، منطقة حلوة جدا، وأخبروه وقالوا، يعني الجواسيس قالوا لموسى قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقا إنها تفيض لبنا وعسلا. وزي ما في مناسبة أخرى قلنا إنه الكلمة اللي هنا ترجمت لبنا هي نفس الكلمة التي تستخدم لدهنا للدهون، يعني ممكن تقول إنها حقا أرضا تفيض دهنا وعسلا، يعني منطقة للرعي جميلة جدا ومنطقة لإنتاج العسل غنية جدا، غنية بالزهور وبالأعشاب والنباتات، فبالتالي العسل البري يكون وافر وغزير. وهذا ثمرها، وهو موسى، شوف عينة العنب الاثنين شايلينها بالدقرانة، غير أن الشعب هنا بقى إيه بعد ما أدوا التقرير ده
انتوا بقى الواقع اللي شافوه، غير ان الشعب الساكن في الارض معتز، يعني شعب قوي، والمدن حصينة عظيمة جدا. وأيضا قد رأينا بني عناق هناك، وشفنا العماليق، بني عناق دول العماليق، العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحسيون واليابسيون والأموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. وإدوا التقرير ده وهم مرعوبين. وأثناء ما بيدوا هذا التقرير اللي كان وقعوا على شعب إسرائيل، وقع الصاعقة، حاجة مخيفة، ما كانوش متوقعين ان يجي لهم التقرير انه العمالقة موجودين هناك. لكن كالب موضوعنا في هذا رأس الشهر، في هذا اليوم الجميل، كالب أنصت الشعب، سكت الشعب، الشعب انهار، والشعب صيح، والشعب على ايه اللي اكتشفتوه ده؟ يا ويلي يا ويلي، يعني الشعب انهار. بس كالب رأسا حتى قبل يشوع اتدخل في الموضوع وأنصت الشعب، يعني سكت الشعب، قال اسكتوا اسكتوا. أنصت الشعب إلى موسى وقال إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. يا جمال هذا التدخل اللي تدخله كالب عشان يسكت العشر رؤساء زملائه، وقال لهم مش كده، انتوا اديتوا تقرير يدي الانطباع انه دي مهمة مستحيلة، رغم انه يهوى قال لنا انه احنا وعدنا بهذا الارض، انتوا جايين تقولوا انه دي مستحيلة. انا بقول لكم احنا نقدر عليهم العمالقة دول، ونقدر على الكنعانيين، ونقدر على كل سكان هذه المنطقة. اما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر، لا يا كلب انت بتقول نقدر، احنا بنقول لك احنا العشرة، احنا الاغلبية، احنا الاغلبية بتقول انه ما نقدرش لانهم اشد منا. هنا ده الفرق الكبير جدا ما بين كالب وبين عشر. كالب ما انكرش انه دول اقوياء، كالب ما انكرش انه دول عماليق. الفرق ما بين العشر رؤساء او العشر جواسيس على درجة الرؤساء وما بين كالب ويشوع، انه كالب مقاس نجاح المهمه، مهمه الغزو، اعتمادا على امكانياته هو، وانما كان اعتمادا على وقوف يهوه معهم. ده الفرق الكبير. الجماعه دول الرؤساء اثبتوا انه ايمانهم ضعيف، اكاد اقول معدوم، خصوصا في ضوء ان هم شافوا قدرة يهوه معهم من وقت ما خرجوا من بني اسرائيل، شافوا قدرة يهوه، ايه اللي عملوا، الضربات اللي نزلها على المصريين لانهم رفضوا خروج شعب يهوه اطاعة لامر يهوه، شافوا يهوه عمل ايه، وشافوا يهوه عمل ايه معهم في البحر، وشافوا عملوا ايه معهم في المن، وشافوا كل الحاجات دي. ودلوقتي هم على ابواب ارض كنعان، على حدود ارض كنعان، ويضعف ايمانهم ويتلاشى ايمانهم لمجرد انه شافوا عمالقة قدامهم ففزعوا هذا الفزع. كالب قال لهم لا يا جماعة احنا نقدر عليهم. عدد 3:32، فأشاعوا مزمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل، يعني أشاعوا الرعب في الشعب بكلامهم، قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها. يعني إذا موسى أمرنا أن نروح على هذه الأرض ونغزوها هنموت، لأن الأرض دي هتاكلنا، احنا مش هنقدر على الجماعة دول خالص.
وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة، كل الناس اللي ساكنين فيها طوال القامة. وقد رأينا هناك الجبابرة، يعني مش بس الشعب طوال القامة، ولكن في جزء من الشعب كمان أطول من طوال القامة، دول العمالقة، دول اللي هم اسمهم بني عناق، دول بقى إيه؟ أطول كمان من الطوال، دول حاجة ملهاش حل، دي حاجة مرعبة، يعني من جوليات فما فوق، من جوليات فما فوق. فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم، يعني إحنا كنا في عينينا بالمقارنة مع دول كالجراد، وهم لما شافونا اعتبرونا إحنا كالجراد، محدش عبرنا، محدش عبرنا إنه إيه الحشرات دي اللي جاية هنا تزورنا، إيه الحشرات اللي جاية إيه تزورنا، يعني محدش حتى أعارهم أي انتباه، لأن اعتبروهم إن دول مخلوقات أي كلام، دول أكيد مش جايين يحاربوا، دول بس جايين يتفرجوا، جايين يتفرجوا. ندخل بقى في عدد 14. فرفعت كل الجماعة صوتها، يعني بني إسرائيل، وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة بسبب تقرير العشر رؤساء دول، الجواسيس، الجبناء، منعدم الإيمان. تأثير العشرة دول خلى الشعب كله في هذا اليوم ينام وهو بيبكي. وتذمر على موسى وعلى هارون، الشعب، جميع بني إسرائيل، الكل، كل الشعب، عدوى الجبن والخوف والرعب بتاعت العشر جواسيس انتقلت إلى كل الشعب. هنا دي أحبائي يعلمنا حاجة مهمة جدا، صفة جميلة كانت في كالب وفي يشوع. كالب ما خافش من تقرير العشرة، كالب ما خضعش لرغي الأغلبية، الأغلبية عشرة قالت دي عملية مستحيلة، دي عملية انتحارية، ما نقدرش عليهم الجماعة دول. كان ممكن لو كالب ويشوع ما كانوش معتمدين على يهوى اعتماد كامل ومتكلين على يهوى اعتماد كامل وذاكرتهم حية، ما نسيتش كل اللي عملوا معهم يهوى في الأشهر السابقة من معجزات، كان ممكن يتأثروا ويتعدوا من تقرير الأغلبية. ده يوضح جدا الصلابة اللي امتاز بها كالب ويشوع، والتي يجب أن يتمثل بهم 144,000 الأيام الأخيرة. في الأيام الأخيرة 144,000 أو كل من سيقف بجانب الحق هيجد إن هو واقف لوحده، مفيش حد معاه، العالم كله متفق ضده. ويجب أن يكون شعب يهوى، القلائل، الأفراد في الأيام الأخيرة متسلحين بنفس العزيمة والثبات في وجه الأغلبية، كما كان الحال مع كالب ويشوع. وحتى لمن كالب ويشوع شافوا أن الشعب كله بيبكي وانهاروا ويأسوا، ما تأثروش. يعني كم من مرة نجد إنسان يبكت بالحق ويقبل الحق ولكن يتراجع بعد شوية نزولا تحت ضغط أحبائه وأقرباؤه وأهله وزوجته أو زوجها، الضغط اللي يتحط عليه يكون ضغط عالي يدفعه إلى التراجع. إذا كان ممكن يشوع وكالب يتراجعوا، كانوا تراجعوا، لأنه مش بس بتأثير تقرير العشر رؤساء أو الجواسيس زملائهم، ولكن لما يشافوا الشعب كله بيبكي كان ممكن يقولوا إحنا عملنا إيه؟ إحنا إيه اللي نقدر نعمله في وجه إن الشعب كله منهار؟ طب ما يمكن إحنا غلط، ما يمكن هم صح، يمكن أسوها صح. لا، كالب فضل ثابت
ثابت ولم يتراجع كذلك يشوع. عشان ده وعدهم ليهوى لازم يعمل، لأنه يهوى وعدهم بالأرض، وهم عندهم ثقة أنه مهما كان في عمالقة من بني عناق، مهما كان في ناس من طوال قامة، أمام يهوى ما فيش عائق، عائق يقف أمام وعد أو كلمة يهوى. فنقرأ إصحاح 14 عدد 3، بيتزمروا الشعب وبيقولوا لموسى، وتزمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل وقالوا لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في هذا القفر. أحبائي، في لحظة ما الشعب قال هذه الأمنية أو عبر عن هذه الأمنية، يهوى اعتمد هذه الأمنية وقال لهم خلاص مدام دي رغبتكم محدش منكم هيدخل كنعان. انت عاوزين تموتوا في هذا القفر، هتموتوا في هذا القفر. أحبائي، لما يهوى يكون معاك ويدي لك وعد وتختبر نعمته وتختبر قوته في حياتك وتختبر إعلاناته وتختبر يده القوية في حياتك، وبعدين أمام عقبة واحدة تتمنى أن ترجع إلى ما كنت عليه قبل أن يقف فيها ومعك، يقول لك أوكي هدي لك أمنيتك، بس دي أمنية انتحارية، هدي لك اللي أنت بتتمنى. يعني ما كانش في حاجة تحزن يهوى قد هذه الأمنية التي تمناها شعبه بعد ما شافوا يده القوية العجيبة، بعد ما شافوا يده القوية العجيبة ويقولوا له: ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في هذا القفر. وفعلا في هذا القفر هيموت كل هذا الجيل اللي انهار بسبب تقرير العشر جواسيس. ولماذا أتى بنا يهوى إلى هذه الأرض؟ شوفوا درجة التطاول على يهوى. دلوقتي دخلوا بقى في عتاب مش مع موسى وهارون، دلوقتي دخلوا في عتاب، مش في عتاب، في جدال، في جدال مع يهوى. انت ليه جبتنا هنا؟ بيحاسبوا المخلوق، بيحاسب خالقهم وبيقول له: انت ليه جبتني الى هذا الارض لنسقط بالسيف؟ انهار واستسلم رجال بني إسرائيل، انهار واستسلموا حتى قبل ما يدخلوا في معركة واحدة. تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ مش أحسن لنا نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم، وكمان البعض انقاد إلى فكرة عقيمة جدا، انقاد بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. البعض منهم قالوا: طب تعالوا نختار احنا رئيس مننا وهو اللي يقودنا الى مصر، يقودنا في الاتجاه المعاكس لموسى. موسى اخرجهم من مصر، هم عاوزين ينتخبوا واحد منهم يرجعهم الى مصر. فسقط موسى وهارون على وجهيهما امام كل معشر جماعة بني اسرائيل. موسى طبعا ادرك وهارون ادرك جسامة هذا التطاول على يهوى اللي تطاولوه بني إسرائيل وهم منهارين. ويشوع بن نون وكالب بن يفنة من الذين تجسسوا على الأرض مزقا ثيابهما وكلما كل جماعة بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا، إن سر بنا يهوى يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض دهنا وعسلا، إنما لا تتمردوا على يهوى ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا. إحنا اللي هنأكلهم بقوة يهوى، يا كالب قال لهم كده، إحنا اللي هنأكلهم بقوة يهوى، مش هم اللي هيأكلونا، إحنا اللي هنأكلهم بقوة يهوى. قد زال عنهم ظلهم. يعني قد زال عنهم ظلهم، يعني الحماية اللي كان يهوى بيديها لهذه الشعوب يهوى هيشالها خلاص،
هم بلا حماية، عمالقة عمالقة. بس إيه فايدة العملاق من غير حماية يهوى، من غير ظل يهوى؟ من غير ظل يهوى هذا العملاق كلا شيء. يعني كلام شتان الفرق ما بين إيمان المنهار الضعيف للعشر جواسيس وإيمان كالب ويشوع اللي هو على طرفي نقيب. يهوى معنا لا تخافوهم. كان بسبب هذه الكلمات التشجيعية اللي كانت المفروض الشعب يتشجع بها ويتشدد عقابا على هذه الكلمات التشجيعية، يقول لك في عدد عشر: ولكن قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. الناس طلبت، بني إسرائيل قالوا لا، دول يترجموا، دول لأنه بيشجعونا وبيفكرونا بيهوى يستحقوا الإيه؟ الموت. شو أحبائي، ده اللي هيواجهوا أولاد يهوى في الأيام الأخيرة، في الوقت اللي هيدعوا فيه أولاد يهوى إلى عبادة الإله الحي الحقيقي، عبادة يهوى الحي الحقيقي. بولس يقولها كده في أهل تسالونيكي أصح الأول، لما بيقول لأهل تسالونيكي: أنتوا رجعتم من عبادة الأصنام إلى عبادة يهوى الحي الحقيقي. كان ينبغي على أولاد، على بني إسرائيل لما يسمعوا شهادة التأييد وشهادة التشجيع بتاعت كالب ويهوشوا، أو يشوع كما ترجموه بس أنا أسميه يهوشوا، كالب ويهوشوا، إنه يتشددوا ويتشجعوا لأنه يهوى واقف معهم. كان المفروض إيه؟ يتنفسوا الصعداء ويقولوا صح، إحنا إزاي ننهار؟ لا، النتيجة لأنه أنتوا بتشجعونا وبتفكرونا بيهوى وبكلامه وبقوته، أنتوا تستحقوا الموت. كذلك 144,000 والأمناء في الأيام الأخيرة هيفكروا الناس بعظمة يهوى الحي، هيفكروا الناس بناموس يهوى، هيفكروا الناس بوصايا يهوى، هيفكروا الناس بوجوب إطاعة يهوى، هيفكروا الناس بالكثير من الحق الكتابي. بدل ما الناس تقول كتر خيرهم دول بيفكرونا بالحقائق الكتابية اللي هي هتنقذنا من المصائب اللي احنا فيها، لا، الناس هتعمل ايه؟ هتعمل تماما زي بني إسرائيل، هقول دول يستحقوا الموت، يستحقوا الرجم. وعشان كده في الأيام الأخيرة أحبائي، في الأيام الأخيرة، لما بقول الأيام الأخيرة أنا مش بتكلم زي الأدفنت السبتين أو زي الطوائف الأخرى اللي يقول لك أنه لسه قدامنا عشرات السنين حتى نهاية العالم. لما بقول في الأيام الأخيرة، أنا بؤمن بكل قلبي أنه الأيام الأخيرة قد تبتدئ أحداثها في خلال شهور، في خلال شهور تبتدئ أحداث النهاية. مش بقول النهاية هتيجي في شهور، لأن احنا عارفين أحداث النهاية هتمتد بحسب فهمنا للنبوات ما بين 5 إلى 6 سنوات. حسب فهمنا للنبوات أحداث النهاية هتمتد 5 إلى 6 سنوات، بس من وقت ما تبتدي أحداث النهاية، من وقت ما الختم السادس يفتح والإشارة هتكون هذه الزلزلة العظيمة لحد مجيء السيد يهوشوا، هيكون في 5-6 سنين على أقصى حد. فأنا لما بقول إنه أحداث النهاية أصبحت وشيكة، أنا أؤمن من كل قلبي إنه في خلال أشهر قليلة هتبتدئ أحداث النهاية، أحداث النهاية. ووجه وشعب يهوى يجب أن يكون مستعد لمواجهة غضب العالم عليه، كما كان كالب ويشوع اختبروا غضب بني إسرائيل عليهم لدرجة إنه حكم عليهم بالرجم. وقبل ما هيبتدوا يرجموهم، قبل ما هيبتدوا يرجموهم حصل حاجة: ثم ظهر مجد يهوى في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. لو تأخر ظهور مجد يهوى ثواني، كان يشوع وكالب قضي عليهم تماما، وما كانش لا موسى ولا هارون يقدر يعمل أي حاجة. أحبائي، ده تماما اللي هيحصل للمية 144,000. قبل
قبل ما يتنفذ في 144,000 حكم الإبادة العالمي اللي هيصدر من كل سلطات العالم، من هيئة الأمم المتحدة ومن كل الأمم، هتتحد في قرار موحد إنه في يوم معين في ساعة معينة يتم التخلص من شعب يهوى اللي هيكون عدده 144,000. وفي اللحظة اللي هم جاهزين ينقضوا على 144,000، يهوى هيتكلم وهيقول قد تم، خلاص انتهى إمهال الشيطان، انتهى الأمر، ما فيش حد هيمس أولادي من دلوقتي ورايح، ويتم تمجيد 144,000 أمام كل العالم، وهيشوفوا إزاي إنه يهوى عنده خط أحمر. أول ما الأشرار يصلوا إلى هذا الخط، ما فيش قوة في الكون تقدر تعبس بأولاد يهوى. عدد 10 من سفر العدد أصحاح 14. ثم ظهر مجد يهوى في الوقت المناسب إنقاذا ليشوع وكالب. ظهر مجد يهوى في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل، وقال يهوى لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ أحبائي، لما احنا نتذمر على يهوى، لما احنا نتضايق من الاختبارات التي يسمح يهوى بها عشان نمر ونختبرها، ده يهوى بيعتبرها إهانات ليه، لأنه دي بتعكس عدم إيمان أولاده. أي اختبار يهوى يسمح بأن تمر فيه، أي اختبار مهما كان قاسي، مهما كان غير مفهوم القصد منه، مهما كان غامض، مرض أنت ما كنتش متوقعه، بتعيش بكل قواعد الصحة ومع ذلك تصاب بمرض مؤلم، دي مش معناه أنه تدي نفسك الجرأة أنه تتذمر من يهوى وتقول له ليه سمحت لهذا المرض أن يصيبني. المفروض يكون رد فعلك: لتكن مشيئتك يا أبي، لتكن مشيئتك، فقط ساعدني أن أمجدك وأنا مريض كما كنت أمجدك وأنا في كامل الصحة. يجب أن ندرب أنفسنا أحبائي على قبول والترحيب بكل ما يسمح به يهوى أن نمر به من تجارب. ونكمل: وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ بقالي أشهر بعمل معجزات معاهم، والحد الوقتي مش مصدقيني ومش عارفين قدرتي ومش قادرين يثقوا فيا. إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم. يا موسى، أنا هقضي على الجماعة دول، على شعبك هقضي عليهم، وأنا أعمل لك شعب جديد. أنا أعمل لك إيه؟ شعب جديد. هنا تبان عظمة موسى ومحبته الشديدة جدا، العجيبة جدا لبني شعبه، وإن كانوا هم دائما يتذمروا على موسى وعلى إله موسى. قال له إيه موسى؟ فقال موسى ليهوى: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم، ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا يهوى في وسط هذا الشعب الذين أنت يا يهوى قد ظهرت لهم عينا لعين، وسحابتك واقفة عليهم، وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نهار ليلا. فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد، يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين: لأن يهوى لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم، قتلهم في القفر. فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا: يهوى طويل الروح
كثير الأحسان يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى ها هنا. بعد ما يتكلم موسى هذا الكلام الجميل، حتى يهوى نفسه تراجع، فقال يهوى: قد صفحت حسب قولك. زي ما انت قلت يا موسى انا هسمح، عشان خاطرك، عشان خاطرك هسمح، ولكن حي انا فتملأ كل الارض من مجد يهوى، ان جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض. مش هم اتمنوا يموتوا في القفر بعد ما شافوا كل معجزاتي؟ طب ولا واحد منهم يا موسى هيدخل كنعان، أمنيتهم دي هتتم، رغم انه انا 10 مرات صبرت عليهم، 10 مرات جربوني. امتى دي ال10 مرات جربوه؟ جربوه في البحر الاحمر او في بحر صوف مرتين، ادي 2، جربوه في المن مرتين، ادي 4، جربوه في الماء ادي ايه؟ ادي 6، جربوه في السلوى مرتين ادي 8، وجربوه في برية فاران مرة، وادي المرة ال10، وادي المرة الايه؟ ال10 في عند تقرير الجواسيس. 10 مرات يهوى يقول له 10 مرات جربوني ولم يسمعوا لقولي لن يروا الارض التي حلفت لابائهم وجميع الذين اهنوني لا يرونها. أحبائي، مهم جدا جدا أن تعظ من هذه القصة، مفيش حاجة تزعل يهوى ويعتبرها إهانة إلا لما نتشكك في قدرته ونتشكك في صدق وعوده ونتشكك في كلامه. يعني إذا كان لي صلاة لنفسي دايما أصليها وأتمنى الكل يحتذي بهذا كمان، انه مهما كانت ظروفك صعبة صلي انه يهوى يدي لك النعمة انه تقبل الظروف الصعبة وترحب بيها، مش بس تقبلها وترحب بيها، ومعمركش تصل الى الدرجة اللي وصلها بني اسرائيل انك تتذمر وتشتكي وتخاصم وتجادل يهوى وتقول له ليه ليه وليه وليه. احنا ما عندناش الحق انه نناقش يهوى، هو كلي الصلاح، كلي الحكمة، كلي الرحمة، كلي المحبة، كلي العدل، اللي يختاره لينا هو الافضل، حتى وان كان صعب فهم هذا الامر ينبغي ان نقبل هذا بالايمان. بالايمان عدد 24 بقى بيتكلم على كلم يهوى، بيتكلم على كلم، قال اوكي كل دول اللي تزمروا عليه مش هيدخلوا، واما عبدي كالب، واما عبدي كالب فمن اجل انه كانت معه روح اخرى. العشر جواسيس دول كان فيهم روح، الرؤساء دول كان فيهم روح، لكن الروح اللي كانت موجودة في كالب كانت روح مختلفة. أما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. هنا شتان الفرق، 10 رؤساء حرموا نفسهم من دخول أرض كنعان بسبب تقريرهم المغلوط وبسبب إشاعة التمرد والمزمة بين شعب يهوى. كان النتيجة أنه يهوى حرمه من الدخول، ولكن كالب يهوى شهد أنه كان في روح أخرى. هذه الروح كانت روح مين؟ روح يهوى.
روح يهوى، روح القوة، روح الشجاعة، روح الثقة، إن لما يهوى يقول لي أنا اديتك هذه الأرض يبقى ما بصش على العماليق، ما بصش على طوال القامة، ما بصش على الصعاب، ما بصش على الأسوار العالية، أبص لفوق وأقول له يهوى كلامك سيسري تماما كما قلت، تماما كلامك سيسري تماما كما قلت. حاجة تانية أحب نتعلمها من كالب، مش بس لأنه جعل روح يهوى، روح يهوى القدوس تكون هي الروح السائدة فيه، ولكن صبره، صبر يهوى كالب على نيل وعد يهوى. هنا يهوى وعده بإيه؟ إنه هيدخل أرض كنعان، وعده إنه هيدخل أرض كنعان. طب إذا ما كانش عنده صبر كالب كان يقول له طب إمتى هتدخلني؟ إمتى هتدخلني؟ أنت وعدتني، إمتى هتدخلني؟ تعالوا نتعلم الدرس الثاني العظيم من حياة هذا البطل كالب. نقراها دي بقى في يشوع 14، نكمل القصة في يشوع 14. يشوع 14: فتقدم بني يهوذا إلى يهوشوا اللي هو يشوع في الجلجال. احنا قلنا انه كلب كان من سبط مين؟ سبط يهوذا. فتقدم بني يهوذا إلى يشوع في الجلجال أثناء ما يشوع يهوشوا أثناء ما يهوشوا كان بيقسم المناطق عليه. وقال له كلب، كلب بقى بيتكلم مع زميله بس رئيسه هو الآن يشوع، يهوشوا أصبح رئيس مين؟ كالب، لأنه هو خليفة موسى. وقال له كالب بن يفنة القنزي: أنت تعلم الكلام الذي كلم به يهوى موسى رجل يهوى من جهتي، مش يهوى وعدني بوعود خاصة عن طريق موسى لما أنا اديت شهادة حق. طب انت يا يهوشوا او يشوع كما يقال خطأ، انت يا يهوشوا شاهد على هذا الكلام، هذا الكلام الذي قاله يهوى لي او الوعد الذي قدمه يهوى لي عن طريق موسى في قادش برنيع. كنت ابن 40 سنة. انا كان عمري كم سنة لما رحت في مهمة جاسوسية؟ 40 سنة حين ارسلني موسى عبد يهوى من قادش برنيع لأتجسس الأرض. كالب كان عمره 40 سنة لما راح يتجسس الأرض. فرجعت إليه بكلام عما في قلبي، وأنا أديت التقرير اللي أنا شفته حقيقي إنه الأرض دي نقدر ناخدها. وأما أخوتي الذين صعدوا معي العشرة التانيين فأذابوا قلب الأرض، قلب الشعب. أنا أديت تقرير مشجع، هم أدوا تقرير سيء فأذابوا دوبوا قلب الشعب. وأما أنا فأتبعت تماما يهوى إلهي، أما أنا فأتبعت تماما يهوى إلهي. إله زي ما الكلب يسير وراء صاحبه وما يسيبوش حتى ولو كان إيه، يفضل ماشي وراء صاحبه. زي لما نبيلة تروح على بيتها وجوقة الكلاب ماشية وراها وما تسيبهاش حتى وإن شافت أي إغراءات أخرى. سنستهلش الاسم ده اي، ما هو الصفة، يعني هو الصفة دي، يعني هو مش تسمية تحقيرية، هي تسليط الضوء على الصفات الكويسة، الإخلاص والوفاء، الوفاء التام. هو يقول أما أنا فاتبعت تماما تماما يهوى إلهي، مش اتبعه بنصف قلب. الكلب يمشي وراء صاحبه، ماشي وعينيه على ايه؟ على صاحبه، عينيه على. واي خطر، اي خطر يكون في انتظار صاحبه تلاقي القلب الكلب اندفع بكل قوه وايه عشان يمنع الخطر عن 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 ايه عن صاحبه. احبائي، كلب كان زي الكلب الوفي ده،
شاف انه الدنيا كلها بتدي تقرير سيء في حق مين؟ الهه. هو ثبت، قال لا يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ حتى لو رجمتموني، حتى لو اترجمت، انا لن اتراجع عن ثقتي انه يهوه هيدينا الارض. دي 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 دي, دي هنا هنا بيقول ايه؟ اما انا فاتبعت يهوه الهي، فاتبعت تماما يهوه الهي. فحلف موسى في ذلك اليوم في عدد 9 قائلا ان الارض، هنا المتكلم هو كالب، ان الارض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك إلى الإيه؟ إلى الأبد، لأنك اتبعت يهوى إلهي تماما. اتبع يهوى إلهي. فموسى قال له الأرض اللي أنت رجليك تدوس عليها دي أرضك، دي أرضك. والآن فها قد استحياني يهوى. ها قد استحياني، يعني استحياني أبقاني على الحياة. يهوى استحياني أبقاني على الحياة. أحبائي أنا هنا عاوز أتك على الكلمة دي، لأنه دي كلمة برضو جميلة جدا. كالب يقول مش الرياضة استحيتني، مش الأكل استحياني، مش الفيتامينات استحيتني، مش المكملات الغذائية استحيتني، مش كذا كذا. مين اللي بيستحي الإنسان؟ يهوى. هنا هنا بيقول إيه؟ والآن فها قد استحياني يهوى كما تكلم هذه 45 سنة. يعني عمره كم دلوقتي؟ 85 سنة. هو كان عمره 40 سنة ويهوى استحيا لمدة 45 سنة، رغم أنه أعطي الوعد من 45 سنة. كالب قاعد مستني يهوى لحد ما يهوى يقول له امتى هيتمم الوعد. ما عمروش ما صدقش الوعد، ما عمروش تشكك في الوعد. يهوى قال أنا توعد، كالب قال أنا توعد مهما طال العمر، أنا في انتظار إتمام الوعد. بص أحبي أنا عاوز أراها تاني. عدد 10 والآن كالب بيكلم يهوشوا أو يشوع كما هو متعارف عليه في الكتاب، كما هو خطأ متعارف عليه. والآن ها فها قد استحياني يهوى كما تكلم هذه 45 سنة. 45 سنة وكالب لم يفقد الثقة إنه يهوى هيديله الأرض كما وعده من كم سنة؟ من 45 سنة، كما كلم يهوى موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر. والآن ها أنا ابن 85 سنة. عمره كم سنة دلوقتي؟ 85 سنة. 85. فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى. وما زلت أنا النهاردة عمري 85 سنة على نفس القوة التي كنت عليها وأنا عندي 40 سنة. يعني يهوى مش حافظ عليه وأمد في عمره، لكن ثبت قوته، ثبت قوته. يعني 45 سنة دي عدت كما لو كان هو لازال عمره 40 سنة بنفس الصحة وبنفس القوة. فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني إيه؟ موسى. كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. يعني يهوى حافظ عليه مش بس عمرا، ما ممكن كان يحافظ عليه عمره هو دلوقتي في سن الشيخوخة يعني يمشي من غير عكاز، بس يقول لا يهوى حافظ علي بنفس القوة بحيث أقدر أنا دلوقتي وأنا عمري 85 سنة أحارب وأدخل وأخرج زي ما كنت هعمل لو كان عمري 40. إيه جمال ده، إيه جمال الإيمان ده، وإيه جمال الصبر ده، والأجمل قدرة يهوى. لما يهوى يوعد معناها مش بس هيتمم الوعد، هيجعل الظروف استثنائية في كل حاجة بحيث انت نفسك تقول ايه ده، يهوى مش بس بيتمم الوعد في توقيته،
ولكن في أنسب الظروف لما وعد كالب بالأرض، كالب كان المفروض يقول إيه؟ طب استنى كام شهر، طب استنى كام سنة، طب تعدي 5 سنين برضو ما تمش الوعد، تعدي 10 سنين برضو ما تمش الوعد، تعدي 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 45 سنة، وكالب لم يفقد الأمل لأنه يهوى وعده. يهوى وعده ولأنه يهوى وعده قال له بص يا كالب، مش بس أنا هنفذ لك الوعد، أنا حافظت على صحتك زي ما كانت وانت عمرك 40 سنة عشان تمجدني كمان أكتر وأكتر. يعني أحبائي ده إلهنا، ده إلهنا أحبائي، ده إلهنا، مفيش حاجة تستحيل عليه. احنا عاوزين نتعلم من كالب البطل هذا الصبر، الصبر والثقة، والثقة انه لما يهوى يوعد بحاجة هيتمم مهما كانت الظروف. بالنسبة للكالب قال له انا اجلت التنفيذ 45 سنة بس صحتك همدها زي ما لو كنت انت لسه ايه 40 سنة. فالآن أعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه يهوى. هنا بيخاطب كالب، بيكمل كلامه ليهوشوا كما تكلم عنه يهوى في ذلك اليوم، لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العنقيين هناك والمدن عظيمة محصنة، لعل يهوى معي فأطردهم كما تكلم يهوى. عمره 85 سنة ومش خايف من العنقيين العمالقة زي ما لو كان، زي ما كان مش خايف منهم وهو عمره 40 سنة. وهو 85 سنة بيقول يلا بقى اديني الأرض، اديني الإذن عشان أروح أطرد العمالقة اللي كان مفروض أطردهم من 45 سنة. يا جمال الإيمان ده، عشان كده نعرف ليه كالب شخصية جميلة جدا. يجب على أولاد يهوى في الأيام الأخيرة يتمثلوا بإيمانه، يتمثلوا بالروح العجيبة اللي كانت فيه وهي روح يهوى، واللي ما تركتهوش أبدا لمدة 45 سنة من وقت ما أعطي الوعد. وهذه الروح، روح يهوى فيه بتعزيه وبتقويه وبتشجعه وبتشدده وبتقول له اصبر، لأنه يهوى في توقيته هيدي لك القوة عشان تتمم وعد يهوى ليك بدخولك للأرض وللمحاربة وطرد. أنت بنفسك هتطرد العمالقة والعناقيين من الأرض اللي يهوى وعدك بيها. أحبائي أمثلة الكتاب، شخصيات الكتاب، ما أجمل هذه الشخصيات اللي يهوى دونها لينا لتشجيعنا في الأيام الأخيرة، لأنه نفس الظروف اللي مر بها كالب ويشوع هيمر بها 144 ألف، ويحتاجوا 144 ألف أن تكون روح يهوى فيهم، الروح المختلفة عن الروح اللي كانت في الأغلبية. الأغلبية دائما على خطر، الأغلبية دائما بتتأثر بالعراقيل، بتتأثر، بتتخوف من الضيقات، ولكن شعب يهوى هيقف يقول حتى لو رجمنا، حتى لو متنا، مش هنفقد إيماننا وثقتنا ورجاءنا في يهوشوا. له المجد، وفي الآب له المجد أيضا. آمين.